لا يا لا لي لا لا لي لا لا يا لي لا 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 ولا يغش الرجال الله قاويها العام في صفنا وتشيل رايتنا واليوم منك العلوم الثانية جاتنا حنا ترانا ليا ذا الحين ما متنا ولا يغش الرجال الله قاويها. يا هذه مولات المحاضره دي هي بسيطه صح بدنك صح لسان تركي الفين تركي الميزاني صح ابو نايف يعني انت تميل للمواويل اكثر اي والله لان ترى في بعضهم الموال حلو اي بعضهم عنده نبره الصوت تركب على المواويل اكثر اي والله فانا اشوف ان انت الموال رقم واحد اي والله يعني في مجال ان شاء الله تنزل عمل مثلا كله موال ولا ما يضبط لا لا باذن الله في عمل هالاسبوعين هذا باذن الله كلمات كلماتي انا زين ما شاء الله يعني انت الان ما الامور طيبه يعني باذن الله بشكر اكتب الكلمات نعم واروح اقرب استديو وانزلها يا سلام عليك ما هو باي كلمات كلمات القصيده يعني الاجتماعيه الابيات الاجتماعيه الابيات اللي فيها حزن شوي اللي فيها غزل طيب هل استعنت مثلا بالحان ولا انت بعد اللي تضبط اللحن والله ما استعنت بالحان انا اللي جيت الاستديو اختار اللحن اللي يجي في وقتها يعني ما شاء الله مجموعة إنسان الحمد يعني لله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله في عمل بينزل بإذن الله هالأسبوعين بإذن الله الله يوفقنا وياك وتستاهل كل خير يا حبيبي تستاهل كل العلم طيب دقيقة يا بابا حبيبي أنت طيب شاطر نشوف ال كنترول ترى الشاشة عندي مو شغالة طيب حلو حلو صح صح طيب سم نبغى يطلع بعد شوي الأرقام على الشاشة أرقام التواصل إذا أحد حاب إنه يشارك يعني يقدم رسالة نصيحة للمتسابقين أي شيء راح تطلع إن شاء الله أرقام التواصل على الشاشة ديفان راح أجلس هناك يلا إيه أبغاك تجلس هناك عند الزاوية يلا شوف ترى الناس يشوفونك في التلفزيون كلهم ها الناس كلهم يشوفونك راح اجلس هناك عشان يدرون مشعل ما شاء الله شاطر شاطر حبيبي كذا صح إيه بالزاوية مكانك مرة حلو يصير شاطر طيب معليش احنا لا لا خذ راحتك الدعوة ريالتي ريالتي الدعوة البساط أحمدي الله يسعدك يا حبيبي آمين ودي أن أسألك أنا بخصوص البرنامج هذا حلو عشان بس نطلع شوي عن مجال القصائد والشيلات حلو توقعاتك نبغى توقعاتك يعني مين اللي تشوف أنه بيحصل على المراكز الأول الثاني الثالث مع نجم الجمهور طبعا نجم الجمهور والله توقعي يعني بدون يعني أي عنصرية وبدون أي شيء أتوقع إن شاء الله نوافق نوافق بإذن الله لأني أنا أشوف محبة الجمهور له وهو يستاهل طبعا يستاهل وكلهم ونتمنى الفوز لهم كلهم والله الله يوفقهم جميعا أعزائي المشاهدين في على الشاشة الآن اللي هو أرقام التواصل